Next, please. الأفراس من برا حبايبنا، الأفراس الأمهات من الناحية البرانية مشكورين. Next, please. Next. يلا حبيبنا ووك الأفراس من برا حبيبنا حبيبنا الأفراس من برا ووك بليز. ووك بليز الأفراس من برا شباب. الأفراس من برا والشباب اللي برا خيا. يلا مشي مشي حبيبنا مشي مشي.
next please موسيقى ولا جاي والعلامات للبطولة مع المهر رقم واحد سيف العوامري من الفاعل اي كي اس فراج والام ويصال اي اتش المربي والملكة العوامري استاد الليد. The first scores goes to court number one سيف العوامري by اي كي اس فراج out of ويصال اي اتش. The breeder and the owner العوامري استاد لود. سيف العوامري واو 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 سجلوا سيف العوامري ما شاء الله طيب 20 19 19 20 20 19.5 19.5 and 20 هذه الرأس والرقبة 20 19 19 19 19 20 19.5 19.5 بدي عن توب لاين الجسم والجزر العلوي 18 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
15.5 16 15.5 15.5 one movement الحركة 19.5 19.5 19.5 19.5 العلامة النهائية 19.5 19.5 19.5 العلامة النهائية لسيف العوامري 92.75 92.75 سيف العوامري كولت نمبر 1 علامات المهر رقم 2 زين البداير زين الرواف زين الرواف ابن الفحر الرواف البداير والأم روعة الجمال المربي والمالك رفعة أبو حسين رماني The next course goes to court number 2 زين الرواف باي رواف البداير أو توف روعة الجمال The breed and the owner رفعة أبو حسين رماني طيب 19 19 19 19 19 all the cross هذه النيك الرأس والرقبة 19 19 19 19 19 all the cross body on top line الجسم والجزء العلوي 18 18 18 18 ونص 18.5 legs الأرجل 15 14 ونص 15 15 15 14.5 15 and 15 one movement الحركة 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 العلامة النهائية للمهر رقم 2 زين البداير 89.62 The total score for court number 2 زين الرواف 89.62
علامات المهر رقم 4 بركان الفريد، بنرفع الأريف أي فريد والأم زينة البراق، المربي والملك طارق عبيد المشهد ومربط الشهوان. The next course goes to court number 4 بركان الفريد by RFI فريد out of زينة البراق. The breeder طارق عبيد and the owner طارق عبيد and الشهوان استاد تايب 19 18.5 19 18 19.5 19 18.5 هيد النيك الرأس والرقبة 18 18 18 18 18 18.5 18.5 18.5 and 18. Body and top line الجسم والجزء العلوي 18 17.5 17.5 18 17.5 17.5. legs الأرجل 14.5 15 15.5 14.5 15 15.5 15. والموفمنت الحركة 19 18.5 19 19 19 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19. العلامة النهائية للمهر رقم 4 بركان الفريد 88.62. The total score for court number 4 بركان الفريد 88.62. علامات المهر رقم 6 كرمان الخطيب، نرفع الرواف البداير والأم جاستينا، المربي والملك كمال الخطيب. The next course goes to court number 6 كرمان الخطيب by رواف البداير out of جاستينا the breeder and the owner كمال الخطيب. تايب 19 19 18.5 18.5 19 19 18.5 18.5. هيد النيك الرأس والرقبة 18 18 18 18 18.5. all the cross body and top line الجسم والجزء العلوي 18 18 17.5 18.5 18 17.5 and 17.5. legs الأرجل 15 15.5 15 15.5 15 15.5. والموفمنت الحركة 19 18 18.5 19 19.5 18.5 18.5. العلامة النهائية 89.12. علامات المهر رقم 7 ملك البرجينيو، بنرفع البرجينيو والأم ملكات العجمان، المربي مزرعة الحدرج الملك محمد عكر المكر. The next course goes to colt number 7 ملك البرجينيو by برجينيو out of ملكة العجمان. The breeder الحدرج استاد and the owner محمد عكر المكر. Type
18.5 18.5 18 and 19 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 18 and 19
The total score for colt number 7, Malak Albergino, 88.5. This was last to go. This program is offered by علامات المهر رقم 8 فنان الهيب ابن الفحل المدينة البيداء والأم في أو إس المربي والمالك الهيب استاد أم أي. The next course goes to call number 8 فنان الهيب أم أي by مدينة البيداء out of في أو إس the breed and the owner الهيب أم أي استاد تايب 19.5 19.5 all the cross هذه النك الرأس والرقبة 19.5 19.5 19.5 19.5 بادي عن توب لاين الجسم والجزء العلوي 18.5 17.5 17.5 18 17.5 17.5 legs الأرجل 15.5 15.5 15.5 15.5 all the cross one movement الحركة 19 19 19 18.5 19 19 19.5 العلامة النهائية للمهر رقم 8 فنان الهيب ام اي 90.87 the total score for court number 8 فنان الهيب ام اي 90.87 المرتبة الخامسة fourth, fifth place حل الحصان رقم 4 بركان الفريد ابن الفحل عارف اي فريد والام زينة البراق المربي طارق عبيد المالك طارق عبيد ومربط الشهوان fifth place goes to colt number 4 بركان الفريد by عارف اي فريد out of زينة البراق the breeder طارق عبيد and the owner طارق عبيد and الشهوان استاد مبروك بالمرتبة الرابعة حل المهر رقم 6 كرمان الخطيب ابن الفحل رواف البداير والأم جاستينا المربي والمالك كمال الخطيب The fourth place goes to colt number 6 كرمان الخطيب by رواف البداير out of جاستينا The breed and the owner كمال الخطيب مبروك بالمرتبة الثالثة
يصعد إلى النهائي حل المهر رقم 2 زين الرواف ابن الفاحل رواف البداير والأم روعة الجمال المربي والمالك رفعت أبو حسين رماني. مبروك ألف مبروك. The third place goes to court number 2 زين الرواف by رواف البداير out of روعة الجمال. The breeder and the owner رفعت أبو حسين رماني. بالمرتبة الثانية second place حل المهر رقم 8 فنان الهيب ام اي ابن الفاحل مدين البيداء والام في او اس المربي والمالك مربط الهيب ام اي. The second place goes to colt number 8 فنان الهيب ام اي by مدين البيداء out of في او اس. The breeder and the owner الهيب ام اي stud. مبروك الف مبروك. مبروك ابو ابراهيم محمد الصبر ابو راس الف مبروك. مبروك ابو كرم عادل الفلاح الهيب مربط الهيب الف مبروك حبايبنا ابو كرم ابو ابراهيم. المرتبه الاولى فيرست بليس مع 92.75 اعلى علامه حتى الان المهر رقم 1 ما شاء الله يا سيف العوامري. سيف العوامري 92.75 ما شاء الله أعلى علامة بالبطولة من البارح واليوم للسيف العوامري عبد الفعل إي كي إس فراج والأم وصال أي إتش المربي والمالك العوامري استاد ليد. مبروك ألف ألف مبروك. مبروك آدم. آدم يا آدم ما شاء الله عليك ألف ألف مبروك. مبروك ميدو. مبروك العوامري الساد. سيف العوامري فيرست بليس سيف العوامري باي إي كي إس فراج أوت أوف وصال أي إتش. ذا بريدر أند ذا أونر العوامري الساد الليد 92.75 ويل بي أولسو ذا جولد فيوتشرتي تشامبيون جولد. مبروك مودو. مبروك العوامري الساد. مبروك آدم ألف ألف مبروك. أبو إبراهيم ألف ألف مبروك حبيبنا الله يديم المحبة. مبروك حبيبنا أبو العوني. مبروك آدم. مبروك ما شاء الله تبارك الرحمن شوط والأروع. ألف مبروك. مبروك العوامر استاد. مبروك آدم. مبروك الهيبة مي. مبروك ألف مبروك. يعطيك العافية كنعان مودي